اقول لكم انه في وجهة نظر المتواضعة المسكينة الغلبانة وانا لا علاقة لي بالسينما من قريب او بعيد سوى ان انا مشاهد بس واحد مشاهد من اللغويين سيما يعني بحب فعلا اتفرج على السينما حقيقي يعني وده مجرد تقديري علشان كذا حد قال لي بس اصل يا يوسف قلت لهم طب والله العظيم اهم مخرج في المنطقة العربية وفي رأيي إن هو أهم مخرج في المنطقة العربية على الأقل بقاله يجي 25 سنة ده في ظل حياة مخرجين بأسماء كبيرة مهمة وكل حاجة بس هو أهم مخرج في المنطقة العربية المخرج الكبير داود عبد السيد معانا على التليفون أهلا 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 بحضرتك يا أهلا يا أستاذ يوسف أهلا إزيك يا أستاذ داود عامل إيه؟ الحمد لله خلينا الأول نهنيك على الجائزة ده نمرة واحد ربنا يخليك نمرة اثنين الأستاذ داود عبد السيد فين؟ في الحياة يعني في الدنيا الكبيرة يعني. على رأي دليلها يعني يعني الواحد عايش وبيشوف وبيتفرج وبيسعد وبيحزن أحيانا إنما الحمد لله الحمد لله على كل شيء لكن لا ينبغي أبدا أن تستقيم السينما المصرية والعربية دون أفلام لداود عبد السيد لسه كنا بنتكلم مع الأستاذ إبراهيم عبد المجيد الأستاذ داود عبد السيد من المخرجين القلائل هو المخرج والمؤلف المبدع بحق يا رب يخليك يا رب يخليك طيب علشان تستقيم السينما المصرية والعربية متى يعود الأستاذ داود عبد السيد علشان اسمه يتحط على الأفلام تاني بص دي حاجه مش ارادتي انا اللي هترجع ولا اللي هتمنع دي احنا بنشتغل في سوق يا استاذ يوسف لما السوق يبقى عايز حاجه بيعملها كويس ولو مش عايز حاجه ما بيهتمش بيها ففي اوضاع لازم يعني نبقى فاهمينها ونبقى عارفين يعني الأسباب الحقيقية إنما مش إرادة المخرج ولا إرادة أي حد مجردة كده إرادة مجردة أنا عايز أعمل أفلام ولا مش عايز أعمل أفلام أنا عايز أعمل أفلام بس مين اللي هيديني فلوس علشان أعمل أفلام لازم كلنا يعني. نقعد نفكر كتير جدا في مسألة يا ترى هل ترى الأول هل الأستاذ داود لديه أفكار معينة عاوز يطلعها دلوقتي ولا لسه أو نفسه ما اتفتحتش يعني وده مهم برضه يعني هقول لك حاجة يعني الفكرة إنك تعمل مناخ حقيقي بيقدم سينما مختلفة سينما جماهيرية وفي نفس الوقت سينما فيها فنية أنا بسميها سينما فنية فهي دي الفكرة إزاي تعمل مناخ يعمل هذا ده مش مرتبط باسم حد مش مرتبط باسم داود عبد السيد مرتبط باسم كل في أجيال طالعة جديدة فيهم فنان شديد الموهبة بس موهبتهم ما بتتحققش في هذا المجال النتيجة في الظروف الإنتاجية اللي موجودة طب يمكن انا استاذ داود لو سمحت لي انا هختلف حبه انا يمكن اللي اتعلمته انه المثقفين دايما هم طليعه المجتمع وبالتالي هذه الطليعه هي التي تدفع الى تغيير مناخات يعني ان ارادت ان تراوغ فلتراوغ وان ارادت ان تطرح فكره فلتطرحها ودائما هنجد وسيله لتحقيق او لانتاج فيلم يعني المساله دايما اقدر اقول انها قيد التنفيذ النهارده في جايزه قدمت او منحت لداود عبد السيد فهذا الامر انعكس شيئا انما يعكس فائق التقدير لانها ارفع جايزه موجوده في الفنون داخل هذا البلد ولا ايه يعني موافق بس انا بكلمك عن تجربه يا استاذ يوسف يعني أنا عندي كان مجموعة من المشاريع اللي ما تنفذتش وبعتبرها خلصت يعني مش عايز أنفذها دلوقتي يعني بس ما تنفذتش نتيجة
ظروف الانتاج. وانا في افلام قعدت 5 سنين علشان الاقي لها انتاج، منهم مثلا كيت كات اللي هو كان له نجاح تجاري كبير طبعا. في اخر مثلا فيلم قبل الاخير اللي هو رسائل البحر، انا قعدت 10 سنين علشان الاقي له انتاج، وهو فيلم عظيم. وهو انتج لما الفيلم خد دعم من الدوله. فانتج، انما من غير ما ياخد دعم ده ما كانش هينتج برضه. فبالتالي انا بكلمك عن تجربه. طيب اذا احنا كده وصلنا نوعيا الى بيت قصيد، انه يجب على الدوله انها تساعد بالدعم المادي في انه هذه الافلام تخرج للنور، وان في هذا اسراء حقيقي للمجتمع بشكل عام وللعقول، صح؟ صح، مع ملحوظه ان على الدوله ان تحترم المحتوى اللي الفنان عايز يعمله، مش تفرض عليه محتوى. وده برضو مفهوم جدا ومقدر جدا جدا، بس ما بيحصلش يعني. نشتغل على انه يحصل. خلاص، انا ايدي على كتفك. وانا موافق، وانا موافق جدا. ده انا اتشرف. هو انا طول يا استاذ داود؟ ربي يخليك. انا 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 ما اطولش حقيقي، يعني مش هزار، ده كلام جد والله من قلبي. لا ازاي، لا والله ما طولش. استاذ داود، يمكن احنا ما اتقابلناش من زمان، اخر مره كانت عند المرحوم علاء الديب الله يرحمه. بالظبط، كاتبنا العظيم. فانا اتمنى ان احنا نتقابل قريب جدا لو وقتك يسمح، فليكن الاسبوع القادم نتقابل سوا ونقعد نتكلم بحكايه ايدي على كتفك. انا اللي ايدي على كتفك، وانا اللي اتسند عليك يا استاذ داود، ونشوف مع بعض ايه اللي هنقدر نعمله علشان لازم نشوف فيلم جديد لداود عبد السيد، لازم. ان شاء الله، خلاص. نحن في احتياج. وانا هبقى سعيد، ومش بتكلم على اني انا اعمل فيلم، انا بيهمني ان الحركه السينمائيه نفسها. الناس بعدين عايزه تعمل افلام. انا عارف، انا متاكد من ذلك. يتاح لها فرصه عمل افلام بحريه. اكيد. وباحترام. طبعا. مفيش خلاف، وأنا أعتقد أنه هتلاقي الكثير من الأيدي ممدودة لأجل ذلك حقيقي يعني، وأعتقد أنه هتلاقي اتجاه قوي جدا من الدولة أيضا لأجل ذلك. أنا بشكرك جدا 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 جدا، واحد من أهم وألمع وأبرز وأنزه وأنقى مثقفينا ومخرجينا بل ومفكرينا وفلاسفة السينما العربية. داود عبد السيد أهم فيلسوف سينما عربية. أنا بقول لك أهو تاني خلال 25 سنة فاتوا، ربنا يمد في عمره ويمد في عمره الفني والسينمائي أيضا. وخلينا نقعد نفكر إزاي نقدر إن إحنا نحرك هذه المياه الراكدة في صناعة السينما، إنها تهتم بأفلام من مثل هذه النوعية. كما ذكر أستاذ داود عبد السيد، 5 سنين علشان الكتكات يطلع، 10 سنين علشان رسائل البحر يطلع. ورسائل البحر ده بالمناسبة كان وشه حلو على الكل، يعني بالمناسبة البيت بتاع فيلم رسائل البحر ده في آخر الشارع اللي ساكن فيه حماية الله يرحمه، فأنا دايما كل أسبوع أعدي على هذا المنزل. والمنزل ده حالته مش حلوة خالص، ولا أريد ولا أتمنى ولا أريد أن أرى في يوم أن هذا المنزل يصبح آيلا للسقوط، وكأن نبوءة داود عبد السيد تتحقق. في ضرورة ملحة ملحة. تقول لي ملحة ليه؟ عشان نفسك في كده؟ أقول لك لا والله، بس علشان نحافظ على البقية الباقية من تراثنا المعماري على الأقل في الأسكندرية التي كانت في يوم من الأيام ساحرة.